كاتب امبارح تويته ملهاش لازمه كده، من ما اطلقوا عليهم الحمسويه او الكلام ده. عجبني رد شاب مصري جدع، يعني كان كاتب اسمه احمد صفوت، انا ما اعرفوش يعني، بس عجبني قوي. قال له يوم ما هتيجي تتكلم على مصر خلي بالك، ممكن احمد ده في نفس الوقت زعلان من الاوضاع اللي في مصر، بيشتكي متضايق عايز وضع بلده يبقى احسن. بس لما لقى واحد بيجيب سيره بلده وراح حد عليه قال له ايه بمنتهى الجدعنه، فكر كده تهوب ناحيه مصر واحنا معناش سلاح ولا اي حاجه. قال له رجاله بولاق الدكرور، وتحيه كبيره جدا ليهم رجاله بولاق الدكرور، هيطلعوا ياكلوك. عجبني رده جدا، قال له احنا بقى لا هقول لك عندنا سلاح ولا عندنا اي حاجه، فكر تيجي جنب مصر هناكلك. وعارف ان في زي احمد كتير ورجاله في مصر كتير، من بولاق الدكرور لشبرا لمبابه كل حته في مصر مليانه رجاله جدعه وشباب جدعين مهما كانوا زعلانين من حاجات في بلدهم، لكن بلدهم غالي عليهم ما يخلوش حد ابدا في الدنيا يجي يقرب منها او يحاول يخلي بلدنا بعد الشر فوضى. هو ده اللي ناس كتير بتحاول برضو تعمله دلوقتي.